تشرفت باش نوقعوا هذه الاتفاقيه مع لو جروب باساج فيتنس، وهذه الاتفاقيه هي الاول من نوعها على صعيد المغرب العربي. وانا كممثل لهذه الشركه الامريكيه في المغرب العربي، فهذا كان شرف كبير لي. والحمد لله كاين مشاريع على المدى المتوسط، يعني القريب والمتوسط والبعيد، مع جروب باساج فيتنس. وحنا تنطمحوا انه نلبيو الخدمه ديال زبناء ديالنا في العالم بصفه احترافيه، وباش نخدموا المصلحة ديال البلاد وديال القطاع بوجه الخصوص. هذا الشركة منبثقة من إرادة ديال الشركة الأمريكية جروب باساج فيتنس، على واحد البرنامج طويل المدى. وهي منبثقة من الإرادة ديال العبد الضعيف ديال أنا عادل الشاوي والسي عمر رفاد، اللي تنهنئو بهذه المناسبة لأنه كان وراء هذه الخطوة. حنا بغينا باش نطلعوا بمستوى ديال هذا الصناعة، لان هي في حد ذاتها صناعه، وخاصه صناعه في، ولكن خصنا نعطوها الاهميه الكبرى بتكنولوجيات راقيه وتكنولوجيات يعني تتطلع انه تعطي الناس الرياضيين احسن ما موجود اليوم على الصعيد العالمي لخدمه الصحه باجملها.